هذا وأعلن حزب الوفد برئاسة دكتور عبد السند يمامة تأييده للتحرك لبداية الحوار الوطني. وثمن الحزب اختيار مجموعة من القوى الوطنية في مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يعلق عليه الحزب آمالا كبيرة في تقارب وجهات النظر ووضع رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية مشتركة تسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر، إيمانا بأن الجميع شركاء في بناء الوطن تحت قيادة سياسية واعية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.